السجن صابر مش سور عالي، باب مقفول عليه. السجن ممكن يكون في هدنة مش عايز تلمسه، ناس مش عايز تشوفه، شغلانة مش حاببها. السجن كسرة وهم. والله العظيم ما ركزش، ما مش حاجة. دي دول كل حاجة، دي دول كل حاجة. يا بنتي اللي تشتغل شغلانتها ولا تسهر سهرة واحدة بس من سهراتنا تفكر في الجواز؟ الجواز اسمه ونصيب، وبنتي مش نصيبة كده. اعملوا على كلامي.